الجيش الحر ما يزال مرابط داخل حدائق حلب ومنتشر في جميع الأحياء والأحياء والشرفات مطلعة على الحي. لم نوجه أي نداء استغاثة، الأبطال مرابطون، الهمة عالية بإذن الله عز وجل، جميع الفرقات هو تحت سيطرة الجيش الحر بإذن الله. الاشتباكات ما تزال تدوم بين الحين والآخر بين الجيش الحر وقوات النظام. تسمعون الآن الأصوات، ما تزال الاشتباكات مستمرة. النظام يحاول اقتحام الحي، ولكن الجيش الحر الآن هو مرابط في الأحياء حيطيق حلب ويستعد ويتصدى لهذه الهجمة بإذن الله عز وجل. تسمعون أصوات الرصاص بين الجيش الحر وقوات النظام. الله أكبر، الله أكبر.